بيقول ان في عرض جديد لوليد ازارو بخلاف عرض الاتفاق السعودي، ففي عرض اخر من فريق الفتح السعودي ايضا ولسه بيتم مناقشه هذه العروض. الاهلي ما اعلنش عن عروض، هو في عروض بس يعني الاهلي ما طلعش قال فريق كذا بيتفاوض او فريق كذا بيتفاوض يعني، لكن في نفس الوقت اكيد انت عندك اثنين لعيبه بحجم جيرالدو وازارو والناس متابعه اكيد ظروف النادي الاهلي ومتابعه امور النادي الاهلي ازاي، فطبيعي جدا جدا وبديهي ان يجي لهم عروض. تصرف النادي الاهلي هيكون ايه؟ ده اللي هنعرفه خلال الايام القليله القادمه باذن الله تعالى. موقع الكابتن، الكلام بقى على صالح الجماعه بعد ما خلاص مستر فايلر اعلن بشكل رسمي رحيل اللاعب او ان هو مش محتاجه. بالمناسبه ممكن يكون هو مش محتاج اللاعب الفتره الجايه، لكن الامور تستقر في الاخر ان اللاعب يكون موجود ولعل وعسى جديد يحصل، لكن الاقرب طبعا كلام المدير الفني اكيد يعني ده شيء بديهي. صالح جمعه يدرس 4 عروض محليه، وطبيعي جدا اللعيب بامكانيات صالح جمعه يجي له عروض، يعني قال في عرض من اسماعيلي سموحه الاتحاد انبي، لكن حتى الان مفيش عرض رسمي جه لصالح، كلها اكيد امور شفويه يعني او كلام وكلاء، واخر من اوروبا وهنشوف الدنيا هتستقر على ايه بخصوص صالح جمعه، لكن مؤكد ان مستر فايلر مش محتاجه خلاص زي ما هو قال خلال الفتره اللي جايه. لعيب كبير طبعا، نتمنى له كل التوفيق يعني.